مبادرة يوم المشي الفلسطيني هي مبادرة أطلقتها قبل 3 سنوات، كانت مبادرة شخصية. اليوم إحنا بنحكي عن مبادرة تم اعتمادها من قبل وزارة الشباب والرياضة كيوم وطني فلسطيني، هو 4/6، تم اعتماده أيضا من قبل وزارة الثقافة. الهدف من هذه المبادرة هو تعزيز ثقافة المشي عند المرأة، عند كبار السن، عند صغار السن، عند جميع شرائح المجتمع، لما للمشي دور أساسي كان منعدم قبل عدة سنوات، أنه كان المرأة تطلع تمشي في الشارع كان بالنسبة لنا عيب، كان الكبار السن يطلعوا يمشوا في الشارع عيب، لكن اليوم هذه الثقافة ستتحول إلى عادات وتقاليد من خلال هذه المبادرات. بس هيك عايزها كمان. Thank you.